مين على العلبه؟ مين ده؟ ليه عشان ما بلاش؟ بلاش الفلوس بسبب ملابسه تفاصيل طرد عامل النظافة من كشري التحت. حالة من الغضب والاستياء سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الجمعة بعد انتشار فيديو يوثق واقعة طرد عامل النظافة من داخل محل كشري التحرير من قبل الكاشير وأحد العاملين قائلا اطلع برا واحنا هنجيب لك الأكل. أظهر المقطع استنكار عدد من المتواجدين داخل المطعم لهذا السلوك وأبدوا تعاطفهم مع عامل النظافة، فيما تعرض مطعم كشري التحرير لانتقادات واسعة وتعليقات غاضبة بعد انتشار المقطع وتداوله على نطاق واسع. وقال عامل النظافة خلال الفيديو المتداول وهو يحمل وجبته في يده بعد أن وثقت الكاميرا بعض التفاصيل التي دارت بينه وبين مدير المحل وظل يقف لبعض الوقت خارج المحل، إنها لم تكن المرة الأولى من مدير المحل وأنهم يتعاملون بشكل سيء مع عمال النظافة، مؤكد أنه دفع ثمن وجبة الكشري فلماذا يطردني المسؤول، قائلا سألته بتطردني ليه ما ردش علي، وتابع قائلا أنا حسيت بكسرة نفس وإهانة وأحرجني قدام كل الموجودين، ما قدرتش بعدها أقف على رجلي ونفسي اتكسرت، أنا إنسان زي أي حد ولبس نظيف. وجاء رد أحد مسؤولي كشري التحرير إحنا بنقلق من المتسولين اللي بيبقوا لابسين لبس مقطع، عشان كده في تعليمات بعدم التعامل معاهم لأن واحد منهم قبل كده عمل مشكلة مع العاملين. وكان رد عامل النظافة أنا مش متسول ولا بمد إيدي لحد، أنا كنت شاري بفلوسي، أمال لو طلبت كوباية مية من المحل كنتوا هتعملوا معايا إيه؟ بينما أعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم وشهد موقعي تويتر وفيسبوك هاشتاج بعبارة مقاطعة كشري التحرير، وذلك بعد استمرار أزمات سلسلة المطاعم الشهيرة، وكانت معظم منشورات مستخدمي فيسبوك صورة عامل النظافة معلقين عليها بعبارة مقاطعة كشري التحرير. عزيزي المشاهد لا تنسى لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أصل الثقافة ومعلومة، تابعونا.